كل الترحيب بكم في هذه الزيارة الأخوية إلى بلدكم الثاني العراق. هذه الزيارة التي تؤكد على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين وعلى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين، واليوم ومن خلال هذا التواصل وهذه الرغبة الجادة والمخلصة في تعزيز أطر التعاون في عدة ملفات، بالتأكيد نؤكد على هذا المسار وهذا التوجه الذي يحظى بقبول سياسي وشعبي من كلا البلدين. شكرا لرسالة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومشاعره الأخوية الصادقة تجاه الشعب العراقي، الشعب العراقي الذي يكون له كل الاحترام والتقدير. دولة الرئيس كانت اللقاءات الثنائية ولله الحمد مثمرة وبناءة، سواء على صعيد الوزراء أو القطاع الخاص. ومن خلال هذه اللقاءات والاجتماع الذي حصل قبل قليل، نستطيع القول بأننا أمام ملفات مهمة تتعلق بالأمن الاقتصادي والصحي والغذائي والأمن العام. والحديث واضح أن أي إخلال بهذه الملفات بالتأكيد ما يمس العراق يمس الأردن. الحكومة العراقية تؤكد على منهج السياسة المتوازنة الذي اتبعت طيلة الفترة الماضية من خلال علاقة تشاركية مع دول المنطقة وبالخصوص الأشقاء في الأردن. على المستوى العربي العراق يؤكد على رفع مستوى التواصل والتفاهم والتنسيق حول مختلف القضايا، وأن تكون مواجهة المشاكل الراهنة هي مواجهة متآزرة. التعاون الأمني كان حاضر في هذه اللقاءات والاجتماعات من حيث التأكيد على المزيد من التنسيق والتواصل بالشكل الذي يجهض أي محاولة للإخلال بالأمن من قبل بقايا العصابات الإرهابية، فضلاً عن المجالات الأمنية الأخرى على مستوى الأمن الداخلي، وخصوصاً مواجهة تحدي المخدرات الذي يمثل تحدي خطير يواجه الشعبين الشقيقين. هناك مذكرات تفاهم واتفاقيات على مستوى وزارتي الدفاع وأيضاً الداخلية، نأمل أن تستمر بفاعلية أكثر. من الناحية الاقتصادية طموحاتنا كبيرة في توسعة التعاون مع الأشقاء في الأردن، وننظر إلى الأردن الشقيق أنه ساحة مكملة ومندمجة مع الاقتصاد العراقي، وستكون المنفعة المشتركة بين شعبينا هي حقيقة واقعة وقائمة إن شاء الله. داعمون للتعاون بين القطاع الخاص العراقي والأردني الذي لديه تاريخ من العمل والثقة المتبادلة طيلة عقود من الزمن، وندعم عمل مجلس الأعمال العراقي الأردني ونعول على التواصل في هذا المجال للاستثمار في التطوير في كل المجالات العقاري ومشاريع الإسكان ومشاريع الصناعة والزراعة. أكدنا في هذا الاجتماع بالتأكيد على مشاريع محورية ومهمة بين البلدين الشقيقين وبالخصوص المدينة الاقتصادية، ونحث على إكمال الخطى باتجاه تنفيذ هذه المدينة الاقتصادية المشتركة، وأضفنا إليها اليوم من خلال التفاهمات المدينة الصناعية التي تستثمر ما متوفر لدينا من موارد طبيعية وما مطلوب من حاجة السوق المحلية لمنتجات البتروكيماويات والأسمدة. قامت المدن الاقتصادية والصناعية تأتي مكملة لمشروع واعد في العراق، هو مشروع طريق التنمية الذي يوفر مسار
اقتصادي مهم للمنطقة والعالم، وبالتأكيد هذه الاحتياجات المتقاربة والأنشطة الاقتصادية تكمل بعضها البعض. اليوم أيضا أكدنا على تسهيل نشاط قطاع الأعمال والتجارة الحرة، وفي مقدمة هذه التسهيلات قضية تأشيرات الدخول، وأن تكون على مستوى من السهولة والسرعة الذي يمكن رجال الأعمال من العمل بحرية وبيسر، مع التأكيد على زيادة الرحلات الجوية بين البلدين. بالتأكيد هذا الاجتماع لا يخلو من الحديث عن التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، والتأكيد على تفعيل مخرجات القمم الثلاثية التي أقيمت وكان آخرها في بغداد. هناك مشاريع ومقترحات واعدة سوف تعود بالنفع على الدول الثلاث، هي الآن قيد النقاش، ونأمل من خلال هذا الاجتماع والتواصل المأمول من الوزارات المختصة أن تنضج هذا النقاش حتى يكون متاح للقاء المرتقب لقادة الدول الثلاث، العراق والأردن ومصر. أيضا في الجانب التجاري كان بحث في إقرار المزيد من التسهيلات والتعامل بالمثل في مجال اتفاق التجارة الحرة، وكذلك اعتماد شهادة المطابقة الأردنية. وجهنا الأجهزة المختصة في الوزارات المعنية في كلا البلدين إلى إنضاج هذه المذكرات والتفاهم بالشكل الذي يمكن من تسهيل وتيسير التجارة بين البلدين الشقيقين. هذا اللقاء مهم أن نؤكد على موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني في الأرض والتاريخ، وإقامة دولة حرة على الأرض التاريخية للشعب الفلسطيني، ورفض كل ممارسات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.